السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله باذن الله النهارده هنشرح الكي والكابلنج، وهناخد مثال عليهم هما الاثنين. اول حاجه هنتكلم بس شويه عن ازاي هتحل المساله، وازاي وايه هو الكابلنج وايه هو الكي اساسا. تمام، اول حاجه بالنسبه للخابور اللي هو الكي بيبقى بالشكل ده، اشهر شكل ليه. هو طبعا ليه اشكال كتير وانواع كتير. تمام، اللي عاوز يتعمق في الحوار ده ممكن يدخل على كارمي ويشوف الشرح بالتفصيل. تمام، وهيبقى برضو موجود في البي دي اف اللي هيبقى مرفق مع الفيديو، وان شاء الله هنزله لكم يعني. تمام، البي دي اف ده هيبقى فيه شرح بقى بالتفصيل عن الديزاين بتاع الكي والديزاين بتاع الكابلنج بالتفصيل الممل. تمام، حوالي 15 صفحة مثلا، واللي مكتوب ده من أماكن مختلفة، سواء من هنا الأستاذ دكتور محمد عمر موسى، ده كان في جامعة المنيا، والجزء الثاني هتلاقوه كان مكتوب ورا حد من جامعة في الخليج. تمام، الكي ده بيستعمل للوصل ما بين الأعمدة والسرة. السرة ده اللي هو الهب. تمام، وليه أنواع كتير وأشكال كتير. طب لو أنت جيت صممت مثلا الكي ده ولقيت إن أنت محتاج أكتر من كي في العمود، لو زاد عدد الكيز مثلا عن 2 أو 3 ممكن تعمل سبلاين. سبلاين ده اللي هو العمود المخدد ده، اللي هو العمود اللي بيبقى فيه مجاري كتير. تمام، بالنسبة للكي زي ما قلت لك ده أشهر شكل ليه، اللي هو المستطيل ده، بيبقى فيه تي اللي هو الارتفاع بتاعه اسمه تي أو اتش حسب ما أنت هتسميها، والعرض اسمه دبليو والطول ال. الدبليو الحاجات دي حاجات بارامترك، يعني ان الدبليو بتساوي دي على 4 بتساوي تي بتساوي دي على 4، والال تقريبا بتساوي 1.57 رقم تاني في الدي. تمام، وخليك عارف هنا ان الاف بتساوي التورك على الراديوس. تمام، او التورك بيساوي الاف في الار، والار دي هي الار اللي انت عاوز تجيب عندها القطر، سواء لما نشتغل في الكوبلينج يعني. تمام، ايا كان انت عاوز تجيب القطر فين، تبقى الارض هي القطر ده. تمام، الاجهادات اللي موجوده على الكي موجود عليه شير وكراشنج، صح، لان هو ما بين حاجتين بيلفوا، فالحاجتين دولت واحد فيهم بيحاول يكسره من النص، والنص الفوقاني والنص التحتاني كل نص لازق في ايه، في الجزء اللي هو موجود فيه. تمام، يعني الجزء اللي باللون الاحمر ده موجود في العمود، فهتلاقي العمود في تلامس ما بين العمود ما بين الكي في الجنب ده، والعكس في الجنب التاني بتاع الايه الكابلنج اللي هيبقى فوق. تمام، الجزء اللي هو باللون الاحمر اللي هو موجود ده العرضي هيبقى موجود عليه ايه، كراشنج. تمام، طب والجزء اللي هو موجود باللون الازرق ده، ده اللي هو الشير اللي هو بيحاول يكسر الايه الكي. تمام، فمساحة الكراشنج هنا هتبقى ايه، تي على 2 في ال، صح. طب مساحة الشير هتبقى W في L. تمام، بيقول لك دايما بينطلب فيه الطول، ولو ما طلبش الطول في المسألة اللي موجودة ما فيهاش طالب الطول. تمام، لو انت عاوز تعرف بيطلبوا الطول ليه والكلام ده، ممكن تشوف البي دي اف لو انت عاوز توسع في الحوار يعني. تمام، لو انت وهكذا، ولا انك ممكن تساوي قيمة الاجهاد على العمود بالاجهاد على الخبر عشان تجيب قيمة الطول. ده حركة بيعملوها أحيانا عشان يجيبوا قيمة الطول ده، يقول لك إن الإجهاد هنا أو الشير هنا بيساوي الشير اللي موجود على العمود. طبعا أنت بتعرف تجيب الشير اللي موجود على العمود، وتجيب علاقتين هتجيب منهم ال L. تمام، هنا أنت أكيد بقيت فاهم إنك إن لو الأبعاد بتيجي بدلالة قطر العمود من الأول، يبقى دورك إنك إيه تتشيك على الأبعاد، زي ما كنا بنعمل في الناقل جوينت بالظبط. تمام، ان انت كل الحاجات بارامترك، بالتالي انت كل اللي هتعمله ايه، هتطلع اجهادات وتشوف الاجهادات دي اقل من اللي موجوده ولا لا. لو اقل تبقى تمام، اكبر خلاص تبقى انت مضطر انك تروح تكبر البعد، لان انت عارف ان السيجما مثلا او الاسترس بيساوي الفورس الاف على الاري. تمام، الاستريس بيساوي فورس على الاري،
فلو الاسترس قيمته كبيرة عاوز اصغرها هروح اكبر الايه البعد، صح؟ الكراشنج ستريس زي ما قلنا بيساوي اف على نص تي في ال، تمام. قلنا ان الاف بتساوي التي على ار، تي اللي هو التورك، تمام. والتورك قلنا بنجيبه ازاي، سواء هو بيديك قيمة التورك دي او انك بتجيبه من الباور، تمام. بالنسبة للشير ستريس قلنا بيساوي اف على دبليو في ال، والاف معاك والال معاك، تمام. ولو محتاج تجيب الطول، مع ان اللي مطلوب منك في المثال مش محتاج انك تجيب الطول، بس لو حصل في يوم من الايام وقابلك حاجة محتاج تجيب الطول ممكن تقول ان الشفط شير بيساوي الكي شير، مع ان الصح ان الاجهاد على الخبر يبقى صغير وليكن مثلا 75% من اللي على العمود. ليه؟ علشان لما يحصل ستريسز او يحصل اي حاجة مفاجئة في المكنة اللي موجودة اللي ينكسر الخبور واعرف ابدله بسهولة، تمام. ده بالنسبة للكي، تمام كده. بالنسبة للكابلنج برضو في انواع منه كتير، سواء ماف او سليف أو غيره، بس الفلانج هو يعتبر الاشهر فيه وهو اللي مقرر عليكم، تمام. فالفلانج كابلنج تلاقي موجود فيه شوية أبعاد. هو إيه أساسا الكابلنج؟ الكابلنج ده قارنة أو وصلة بتربط ما بين عمودين، تمام. إيه بكيز زي ما أنت شايف كده، العمود الأولاني موجود فيه خابور والعمود التاني موجود فيه خابور، والاتنين دول بيركبوا في الهب اللي هي السرة بتاعة الكابلنج، وموجود هنا اللي هو زي الأعصاب دي أو البكرة دي، تمام. موجود متربطة بإيه؟ بمسامير. الجزء ده نصين، تمام. بس هو بس الجدار اللي في النص ده عشان سمك الحط كبير شوية فلحموا ببعض، بس الجزء ده منفصل نصين كده، تمام. بيربط الجزئين دولت بمسامير، وهنجيب أكتر دلوقتي. وفي فوق اللي هي الفلانج سيكنس أو الحتة اللي طالعة من فوق بتاعة الفلانج دي، هنشوف برضه سمكها قد إيه، تمام. وفي النص فيهم بيبقى فيه حركة كده عاملها اللي هو نازل بخط وداخل بجوه في ده شوية. الحركة دي بتتعمل في الاستنباط علشان كزيادة تدليل، يعني ايه دليل؟ يعني بحيث ان الكابلنج التاني ده يجي يركب في المكان ده، يبقى الكتف ده كأنه دليل كده ليه ان هو يجي يعشق مع ده عند النقطة دي، فتلاقي الدنيا مظبوطة، تمام. فاحنا دلوقتي وظيفتنا، او هي مش وظيفتنا، هو برضو نفس الفكرة. هنا الابعاد بتيجي بارامترك، تمام، بيديك عزم سواء انت بتجيبه من الباور او هو بيديك قيمة عزم. بتروح اول حاجة بتجيب قيمة الدي بتاعة الشافت، تمام، من القانون اللي هو ايه موجود هنا، فيرست تورك بيساوي الباور على الاوميجا، او اذا كان مديهولك، تمام. الشير ستريس بتاع الشافت بيساوي 16 في التورك على باي، دي تكعيب، هتجيب الايه الدي. جبت الدي بتاعة الشافت لازم تكون قيمة ستاندر، تمام. جبت القيمة ستاندر دي، فهتقول له بالنسبة للهب عاوز اصمم الهب بعد كده اعمل ايه، الدي بتاعة الهب بتساوي 2 دي بتاع شافت، تمام. هتبقى الدي بتاعة الهب بتساوي 2 دي من الشافت بتساوي 2 دي من الشافت، مش هو انا كاتب لك هنا ان الدي كابيتال اللي موجودة هنا بتساوي الدي 2، الدي 2 دي اللي هي الدي بتاعة الهب، تمام. فتاني حاجة هتعملها هتتشيك على الهب ده، هو هيبقى قايل لك ان الهب ده مثلا من الكاست ايرون او من مادة اقل في الاكات شويه من الايه من العمود. فهتروح تقول له ان الشير ستريس على الهب بيساوي 16 تي في بي على بي على باي، دي تكعيب في 1 ناقص كي اس 4، الكي بتساوي الدي على دي الكبيره، دي الصغيره على دي الكبيره، مش الهب ده مفرغ من جوه بالدي بتاعه الشافت، صح. يبقى الكي دي بتساوي الدي بتاعه الشافت على الدي بتاعه الايه الهب، تمام. هتعوض بالكلام ده كله، هيبقى معاك الدي بتاعة الهب بتساوي 2 من الدي بتاعة الشافت، تمام. والهب لينث هو هنا مش موجود في القانون، بس هتجيبه برضه على طول، هيساوي 1.5 دي، تمام. هتطلع قيمة الشير ستريس هنا لازم تبقى أقل من قيمة الألاوبل ستريس، تمام. طلعت أقل تبقى الدنيا تمام، طلعتش أقل يبقى هتزود الإيه
الدي 2 اللي هي الدي كابيتال، تمام كده. بعد كده الحركة اللي هتعملها بعد كده ايه في حاجة زي دي؟ تروح تصمم الكيز، مش الكيز دي موجودة مع الكابلنج، تمام، بالحركتين دول هتجيب الكراشنج ستريس بالنسبة للكي، وهتجيب الشير ستريس بالنسبة للكي. الكراشنج ستريس زي ما قلنا بيساوي اف على نص تي في ال، والتي والال معاك بدلالة القطر بتاع الشافت، والاف بتساوي القطر اللي انت موجود عنده على الايه، على الاقر، تساوي التي على الاقر، تمام. وبالنسبة للشير ستريس هي نفس الفكرة، اف على دبليو في ال، هيطلعوا في كونتندرات تتأكد ان هم اقل من قيم الشير والكراشنج بتوع الكي المعطيين في المسألة، تمام. الهب بالفلانج، تمام، اللي هو الجزء اللي ايه اللي موجود منه نص يمين نص شمال، ده هناخد نص فيهم، السمك بتاعه اسمه تي اف، تي اف دي اللي هي التي فلانج او الفلانج ثيكنس بتساوي نص الدي، تمام. وحاجة كمان او وهنا لو حصل شير، لما يحصل شير ايه الحتة اللي هتنكسر بالنسبة للسمك ده؟ اللي هي الحتة اللازقة فين؟ في الهب على طول، صح؟ مش المفروض لما يحصل شير هنا ويحصل حاجة الحتة اللي هتحاول تتخلع من مكانها أو تنكسر اللي هي النقطة دي، اللي هي الحتة اللي موجودة هنا، صح؟ هي الحتة دي كده، تمام؟ المفروض إن الحتة دي هي اللي ايه اللي هينكسر من عندها الهب، تمام. الحتة دي بقى لما تلف كده على المحيط هتبقى اسمها ايه؟ تبقى المحيط بتاعها باي في الدي بتاعت الايه، الدي 2، صح. بعد الدي 2 دي باي في دي 2 سمكها كام؟ الدي اف، تمام. يبقى المساحة اللي هيحصل عليها الشير باي في الدي اللي هي دي 2 في الدي اف، تمام. وكل ده معاك الفورس هتساوي تي تورك العزم في دي 2 على 2، هو الدي كابيتال على 2، تمام. اف على اريا، جبت انت الشير ولازم يكون اقل من الايه، من ال، تمام. اخر حاجه محتاج تجيب اقطار المسامير اللي موجوده دي. المسامير دي موجوده على دايره قطرها 3 دي، تمام. وما تنساش تبقى تحط في الفلانج وانت بتصمم الفلانج ان الدي بتاعتها ب4، دي بتاعت الفلانج ب4، هيبقى الدي بتاعت البولت ب3 دي، اللي هي الدي الدائرية اللي مرسوم عليها البولتس، تمام، لو انت بتصمم. انما قطر المسمار نفسه لسه هنجيبه دلوقتي، تمام. البولتس الدي 3 زي ما قلنا بتساوي 1.5 دي كابتل، او بتساوي 3 من الدي بتاعت الشافت، تمام، تساوي 3 من الدي بتاع الايه، الشافت، تمام كده. والتي بي، التي بولت، تي بولت دي اللي هي ايه، اللي هي الحتة اللي المفروض راس المسمار هيبقى موجود هنا كده، تي بولت اللي هي المسافة من اول هنا، المسافة من اول هنا كده لحد الكتف ده، دي اللي هي الايه، تي بولت، تمام. اللي هيبقى موجود فيها راس المسمار وهيبقى موجود فيها من الناحية التانية الصامولة والوردة، تمام، تساوي 25%. دي عدد المسامير ال N بولت بيجي من الجدول بقيمة، هو حسب ايه القيمة اللي موجودة في الجداول تبقى قيمة ستاندر، تمام، اللي هي هنا كده. بتشوف الشافت ديامتر بكام؟ من 35 لـ55، يبقى عدد المسامير لازم يبقى 4، من 56 لـ150 يبقى 6، وهكذا، تمام. نرجع لآخر نقطة اللي هي جبت انت كل حاجة، تعمل الايه اللي تشيك بتاعك. طبعا الاف هتساوي الدي 3 على 2، صح، يبقى الشير يساوي الان عدد المسامير في باي في دي بولت تربيع على 4 للمساحة بتاعتك، والفورس دي 3 على 2، يبقى الشير يساوي اف على اريا، هتجيب من هنا الدي بولت، تمام. لازم برضو تكون قيمة ستانتر، تمام كده. ده بالنسبة للايه، لشرح الكي الكوبلينج.
الموضوع بسيط خالص. كل اللي هتعمله انك في الاول بيجي لك مسألة، على فكرة ممكن يجي لكم مثلا تهالي يعني ممكن يجي مسألة فيها شافت وكي وكابلنج ويقول لك صممهم التلاتة، تمام؟ هو يجيب لك الشافت ده، اصل الشافت ده بيبقى عليه ايه، الناحية دي بيبقى فيه طور، تمام، والناحية التانية بيبقى فيه سير طار، فهيبقى فيه هنا طارة مثلا متوصلة بطارة تانية فوق، الطارة التانية داخلة في صندوق التروس، اللي هو ممكن تركب المسألة اللي أنا شرحها في الفيديو اللي قبل ده مع المسألة دي، ويبقى فيه طارة هنا ويبقى فيه طارة هناك، ويجي يقول لك صمم الإيه الليلة دي كلها، تمام. طب ولو أنت خدت بيرنج يقول لك صمم البيرنج دي كمان، لو خدت بيلت سيور يقول لك صمم السيور كمان، يبقى أنت هي مسألة شاملة كاملة جابت كل حاجة، تمام. بس ده مش هيحصل معاكم يعني ان شاء الله. فانت هنا في الاول الشفط هتجيب قطر الشفط عادي من العزم والقانون بتاعك، بعد كده تروح على الهب ده تجيب تتشيك القطر بتاعه مظبوط ولازم يبقى اقل من الاول، بعد كده في كي تروح تعمل الديزاين بتاعه، تجيب السيجما براشنج بتاعه بتاعته ولازم يكون اقل من الاول، بعد كده تروح على الفلانج اللي هي العصب اللي طالع ده، تمام، او الرم اللي هي طالعه دي، تجيب الخصائص بتاعتها وتتاكد ان هي برضو الشير ستريس اللي عليها اقل من الالاوبل، اخر حاجه تروح تجيب اكتار المسامير بالطريقه اللي قلنا عليها من شويه، ان انت تجيب الدي 3. ليه بجيب الدي 3؟ عشان اجيب منها الفورس، تمام. الفورس بتساوي التورك في دي 3/2، دي المفروض المفروض هنا دي مضروبة في التورك، تمام، المفروض الكلام ده مضروب في تي، تمام كده. بعد كده تجيب التي بولت، تي بولت دي اللي هي ايه السمك بتاع الكتف ده، تمام، هيقول له انها بتساوي 25%، دي وعدد المسامير بيجي من الجدول، بعد كده المساحة تبقى بتساوي ان عدد مسامير في باي في دي بولت تربيع 4، الشير هيساوي الفورس على الاريا تجيب مساحة المسامير، تمام. كمثال من مربع قرني، والمثال ده الوحيد اللي عندك في التمارين بتاعتك، تمام. المثال بيقول لك فيه ايه، بيقول لك design a cast iron protective type flange coupling to transmit 15 كيلو وات، اداك باور واداك الاوميجا الار بي ام اللي بتيجي منها الاوميجا، ده باور اوميجا، يبقى انت جبت التورك، تمام كده. from an electric motor to compressor the service factor may be assumed، طالما اداك السيرفيس فاكتور ده اللي هو بتعلي بيه قيمة العزم شوية عشان لما تعمل ديزاين يكون سيف بأقصى قيمة، تمام. فلما تجيب التورك هتضربه في الايه، في قيمة السيرفيس فاكتور ده، يبقى انت جبت كنت الايه التورك اللي هتشتغل عليه بقية المسألة كلها. The following permissible stresses may be used، الشير for shaft bolt and K، خد الشير وحلهم كلهم، الكراشنج بتاعت البولت والكي كذا، و الشير ستريس فور كاست اير ركب، تمام. يقول لك draw a neat sketch for the following، الرسم طبعا ايه تالي هو واضح ازاي ترسمها، تمام. بالنسبة للحل بقى، أول حاجة هتدخل على البار و الأوميجا، جبت التورك زي ما انت شايف كده، بعد كده هتروح تضرب قيمة التورك دي في السيرفس فاكتور، جبت انت التورك اللي هتشتغل بقية المسألة كلها. عاوز اجيب الدي بتاعة الشافت زي ما قلنا هناك، ان التاو بتساوي 16 تي على دي تكعيب على باي دي تكعيب، تمام. هو نفس الفكرة اللي هو حاططها هنا، بس هو ايه هتلاقي الترتيب بتاعته هنا شكلها غريبة شوية، تمام. انا بيحط التورك هو اللي في جنب ويحط بقية الحاجات التانية في الجنب التاني، تمام. جبت هنا الدي طلعت بواحد وتلاتين واحد من عشرة، يبقى حلو 30.1 دي، لأن الستاندر يا 30 يا 35، فأنت هنا تاخد ايه 35، 35 ديت يبقى تخلي لك كل حاجة بعد كده سيب يعني ان شاء الله. انت عارف ان عشان تصمم الايه الهب كده، خلصنا من الشفط، نروح على الهب اللي فوق على طول، الدي الكابيتال بتاعته بتساوي 2 دي، جبتها، والال بتساوي 1.5 دي، جبت كنت ال، تمام خلاص.
خلاص يبقى هروح اقول له ان التاو بتاعته بتساوي 16 تي على باي في دي تكعيب بتاعة الهب، يتسمها دي اتنين تحطها دي كده، في واحد ناقص كي أس أربعة. الكلام ده اللي هو عامله هنا، بس هي نفس الحوار بالظبط، بس هو حاطط الايه دي أربعة ناقص دي تكعيب، دي أوتر تربيع، دي أوتر أس أربعة ناقص دي إنر أس أربعة. تمام كده، هتجيب من هنا التاو اللي على الهب، تمام، اللي هي هتبقى التاو بتاعت الكاست اير، تمام، هتلاقيها برقم وهتلاقيها اقل من الموجود تبقى سيف. تمام كده، بالنسبه للكي، الكي قلنا الدبليو بتساوي الدي على 4، تي بتساوي دبليو بتساوي دي على 4 برضه، وال ال بتساوي ال بتاعت الكي بتساوي 1.5 من الدي، هو خدها هنا ان هي بتساوي ال ال بتاعت الهب. تمام، من هنا هتروح تجيب التاو اللي احنا قلنا عليها تساوي ال بتساوي الفورس على المساحة، المساحة ال في دبليو، والفورس بتساوي ايه تورك في ار، الار اللي هي دي على 2. تمام، جبت التاو سيجما كراشنج بنفس الطريقة، هتلاقيهم الاتنين اقل من الماكسيموم، خلاص يبقى الموضوع سيف. هتيجي تروح على الفلانج زي ما قلنا، التي اف تساوي نص دي تساوي رقم، و التي اف قلنا ان هي عندها التاو بتساوي ايه، بتساوي الفورس على الاريا، والاريا عبارة عن ايه، باي في دي في التي اف. تمام، باي في دي في التي اف، والاف بتساوي ايه، بتساوي التورك على ار، الار دي اللي هي عبارة عن دي على 2، الدي كابيتال دي اللي هي دي 2. تمام، فلما تيجي تعوض بيهم هتلاقيها دي تربيع. تمام، لان الحوار ده عبارة عن ايه، هو حاطط في الجنب هنا العزم، فالعزم هيساوي اف في ار، صح، يساوي اف في ار في الاريا في التاو، العزم هيساوي اف في ار، العزم هيساوي الاف العزم هيساوي ايه، اف في ار، والاف بتساوي ايه، بتساوي مساحة في تاو، صح، تساوي مساحة في تاء، فهتبقى المساحة باي في دي كابيتال في تي اف في التاء، الار عبارة عن ايه، دي على 2. تمام، من هنا هتجيب التاء وهتلاقيها اقل من اللي موجودة، فتبقى سيف. عاوز تدزين البولتس، هتجيب الدي واحد بيساوي الدي بتاع البولت ومسميه دي واحد اللي هو بيساوي 3 دي، عدد البولتس لما تروح الجدول بما ان ده 35 فهتلاقي عددها 3. جبت انت الدي واحد نفس الفكرة بالظبط، هنا التورك بيساوي الاف في الار، الار اللي هي تساوي 3 دي على 2 اللي هي الدي واحد على 2. تمام، الاف عبارة عن التاو في المساحة، التاو موجود المساحة ان في باي على 4 في دي واحد تربيع، دي اللي هي اسمها الدي بولت، انا مسميها الدي بولت في الشرح. تمام، من هنا هتجيب الدي بولت هتلاقيها بستة وستة، مفيش حاجة اسمها ستة وستة، يبقى ام تمانية. تمام، ودي اتنين، طبعا انت عارف ان الدي اللي كانت بره خالص احنا قلنا باربعة دي، والتي بولت او التي بريمتر، التي بريمتر بتساوي 25 مم. تمام، بس هي دي المسألة اللي عندك. فأتمنى ان انا اكون قدرت ان انا اوضح جزء كبير من الشرح يعني، وشكرا للتوفيق.